نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية زي ما تابعنا من خلال التقرير. احنا طبعا عنوان فقرتنا دعم النقدي ولا الدعم العيني، وطبعا الفكرة والدراسة اللي بتعملها الحكومة دلوقتي لتحويل الدعم العيني شغالين عليه حاليا للدعم النقدي المشروط. طبعا سمعنا آراء كتيرة، وفي اللي مع العيني وفي مع النقدي وفي تخوفات. وسؤال هنا دكتور مصطفى، والحقيقة برضو احنا جالنا آراء كتيرة على صفحتنا وعلى الواتساب بتاعنا، كلها لها علاقة انا اخد يعني اضمن معايا الدعم اللي هو العيني، السلع الغذائية موجودة تمام وكل حاجة، نقدي لا هيتصرف، طب افرض والله الأسعار زادت هتعوض ازاي؟ المخاوف دي او ازاي الحكومة تبقى حاطة بعين الاعتبار كل التخوفات الخاصة بالمواطن المصري والدراسة يعني لتجنب اي اثار سلبية عند التطبيق. طيب خلينا نرجع، بس المهم ان يكون في دعم. ده زي ما الاستاذه اللي قالتها في الدعم موجود. هو للاسف الحكومه مش عارفه توضح. ودايما نرجع نقول ان في عدم يعني اتصال جيد ما بين الاجهزه والحكومه، خليها اجهزه بالاعلام بكله، مع المواطن البسيط يشرح له. الدعم موجود في التعليم، الدعم موجود في الصحه، الدعم موجود في مترو الانفاق، الدعم موجود في وسائل النقل، الدعم موجود في التموين. بس هو علشان الكلمة اختزلت في الدعم العيني ولا الدعم النقدي، ده للأسف هيسبب نوع من أنواع الارتباك المجتمعي. بس هو هنا المقصود بالدعم ده الدعم بتاع التموين، السلع مظبوط يا فندم، لكن الدعم بتاع الصحة والتعليم والطرق والكباري وكل هذه الأشياء ده ما هو موجود مستمر بس عشان الناس ما عرفتوش، بس لازم نذكر الناس بيه. بس هي في نفس الوقت برضو الناس هتبقى قاعده بتتفرج دلوقتي تقول لك طب ما انا دلوقتي بقى في ما اعرفش سعر ايه زاد، مظبوط، المريله ولا اللبس اللي بجيبه لابني او لبنتي في المدرسه سعرها زاد، فهو بالنسبه له السعر هناك بيزيد. فاحنا عشان نبقى يعني ايه مشفيين الموضوع وبنتكلم على حاجه محدده، خلينا نتكلم اكتر على فكره البقاله التموينيه. ما عشان كده السلعه اللي زي ما حد قال في التقرير، الناس احنا يهمنا الحاجات اللي احنا بناكلها وبنشربها، دي الحاجات الاساسيه اللي بتوفرها الدوله. في الحاجات الاساسيه بتاعت الاكل، هل احسن للمواطن ان هو ياخد فلوس عشان يشتريها، ولا ياخد فلوس عشان هو شايف ان هو مش محتاجها، مثلا عنده بقره في البيت بتجيب له لبن فمش محتاج يشتري، ولا محتاج مش فلوس؟ مش مهم الاكل والشرب، مش كل حاجه، بس يبقى معايا ملاءه ماليه، معايا فلوس اقدر اعمل بيه حاجه ثانيه. بص يا فندم، زي ما انا قلت لحضراتكم هيكون في انشقاق مجتمعي، ولازم الحكومه تبدا زي ما انا قلت في محافظه صغيره، نشوف السلبيات والايجابيات الاول. مش هتراضي ال 80 مليون يا استاذ حسام، مستحيل. ولو حلفت الدولة 100 يمين على ان هي هتراعي مؤشر التضخم بإضافة الاموال للناس، مش عشان تتحول عند التطبيق، الثقة مش هتحصل الا لما نشوف شهر واثنين وثلاثة. ان النهاردة اسعار السلع دي، انت عارف حضرتك ان التضخم ده بيقاس بسلة سلع، سلة خدمات، لما نشوفها النهاردة في ازدياد فالدولة تعوض المواطن بالفلوس. طيب شهر اثنين لو نفع هيبقى خلاص الثقة اتطمنت عندنا، ما حصلش هنضطر نرجع نقول لهم لا خلينا في السلع التموينية ناخدها مجان السلع الدعم النقدي.